سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني سافر من حالي أنا بهرب من سن السنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بالليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا همسة وخريف هذا الدكتور باسم نازل على الدرج. صباح الخير. بونجور دكتور. بونجور. تفضل. بعتذر ما أنا قادر أقعد معكم، جاي أشوف نديم شوي. عراحتك دكتور. أصلاً نحن كمان لازم نروح نعمل برمة بالسوق. بعد رح شوفك اليوم؟ قبل الساعة 8 لأنه عندي موعد ضروري. بالإذن. ما بدكم نمشي؟ نشرب العصير ومنمشي. نشرب ومحل تاني. أوكي أوكي. مش هيدا الشاب اللي شفناه هديك المرة بالمطعم؟ شو جاي يعمل هون؟ بستبعد يا جماعة يكون العقاب له دخل بالحادث. لو بقي واقف حدنا وطولنا بالحديث شوي كان مستهدف مثلنا. قد ايه العقاب قريبة من الضبع؟ الضبع ما بيلعب مع الصغار. الضبع ما بيلعب الا مع الصغار والنفسيتهم وسخة. والعقاب ما في اوسخ من نفسيته. ما كنت حطيت الفرد براسه لو ما كان عندي احساس انه هو ورا القواص علينا. ما تشلحوا من اجرك حتى ولو كان بريء. اذا كان متورط فيها مع الوقت رح ينكشف. واذا اخذناها من وجهة نظر تاني يمكن كون انا المستهدف مش انت.
ما صار يا صاحبي، لأنه أنت ما لك عداوات مع حدا، واللي حاطك براسه كان في طالك بغير الطريقة. هيدا المزبوط. بني آدم ما بصيبه إلا المكتوب له، وهلأ كيسكم والحمد لله على سلامتنا. شو بو هيدا عم يطلع فينا هيك؟ اتركه ما تطلع فيه، مالنا وماله؟ خبرني، عاد صار شي بينك وبين ديانا؟ لا عادي، كأني لا بعرفها ولا بتعرفني. حتى لارا سلمت علي بنشاف، يمكن بعدها مقتنعة بيلي خبرتها اياه. الليلة ليلتك يا ابن الكلب. تأكد أن لارا بتحبك وبتحترمك. لو بعد ما عرفت مني حقيقة يلي صار بينك وبين ديانا. بهمني تعرف، حتى تضل المحبة والاحترام بيناتنا. ولا يهمك، ترك الموضوع علي، قمنا نروح نقعد بشي محل. مش قادر ركز هيدا الإنسان قاعد بوجهي. شو كان جاي يعمل هيدا هون؟ ما بعرف. معقول يكون عم بيراقبك؟ ما بعتقد. الله يطول بعمرك يا معلم، لو ما أنت تلفت نظر الشيخ كانت مليكتنا حاضرة، كنا نحن بخبر كان. صحيح تأخرنا عليك تنشكرك ونبوس إيدك، بس ما الحقوقة. الله بده ينجيكم، بس مش كل مرة بتسلم الجرة. أداء أبو طلال ذكي وملعب وابن سوق، بس نقطة ضعفه قلبه طيب، والعقاب بيعرف يلعب على هالنقطة. بتعرف ندمان إن قبلت قابله وأقعد معه، لأنه اللي بيقعد مع الرخيص بيرخص. ولو من الأصل صرحني أبو طلال أنه العملية وراها العقاب، ما كنت ست فيها ولو بده يجيني من وراها ملايين. أكتر واحد بيتمنى الأذى لأبو طلال هو العقاب، لأنه حلمه ياخد محله. وإذا كان متواطئ علي هو بالضبع من تحت الطاولة، بدي أقلب الطاولة على رؤوسهم اثنيناتهم. يا أهلا وسهلا بالست ودى. اهلا فيكي. في شي طلبيه جديده؟ للحقيقه جاي لعندك بموضوع مهم. بخصوص؟ بخصوص نديم يلي بيشتغل عندي. اللي عامل فيكي شي فصل؟ بدي تجاوبيني بصراحه، عم يجي لعندك؟ ابدا، شفته مره وهي كانت، مع انه شاب مثل القمر، بس الظاهر انا ما عجبته. ليه عم تساليني هالسؤال؟ اذا خبرتك بتخلي الموضوع بيناتنا؟ أكيد، ولو بدأ سؤال. عشرة عمر أنا وياكي يا هدى، يا ما في أسرار بيناتنا. سمعتي شي مرة عن لساني شي؟ لا مش هيدا قصدي، بس الموضوع مجرد شك. أنا بدي استوضح منك إذا نديم عم بحاول يفتح سكة شراكة معك أو مع غيرك. أنا صديقتك وصاحبتك، خبريني شو فيه. من طقطق للسلام عليكم. شو بيك حكيم؟
شو يلي شغل لك بالك؟ كل الوقت كنت قاعد معي وراسك بمحل تاني. لا بالعكس، إذا شردت شوي بكون عم فكر بشي مريض. إذا في شي وأنا بقدر ساعد ما توفرني، وخصوصا بموضوع كمال دهول. أنسى هيدا الشخص، ما بقى تفكر فيه، ما تشغل بالك. يلي عم فكر فيه مشكلة صغيرة والليلة راح أخلص منها ويرتاح راسي. بأي مشكلة كبيرة أو صغيرة أنا قدامك وفيك تتكل علي. إذا عزتك ما رح وفرك، كل يلي بهمني تنتبه على شغلك، وما بدي أسمع عنك غير كل شي منيح. إن شاء الله ما بتسمع إلا كل منيح. خليك مثل ما تعرفت عليك، راسك مرفوع وكرامتك فوق كل اعتبار، وأنا حدك ماديا ومعنويا واجتماعيا. ما بدي إياك تتنازل لا لديانا ولا لنلي ولا لهودة نعمان. بس تحس حالك متضايق من الشغل اترك وما تطلع وراك، ما يهمك من الباقي. أنا ما بتنازل إلا للأصدقاء يلي مثلك، لأنك صديق وخي. كلامك اللي قلت لي إياه رح يبقى دايم برقبتي، والأيام بتثبت لك قد أنت غالي علي. ما عندي شك لا بكلامك ولا بمحبتك. يلا بشوفك. حكيم، سؤال قبل ما تمشي، أي متى رح تخطبوا أنت ولارا؟ بعد 10 أيام. مع أنه الحفلة رح تكون عائلية، بس أنت رح تكون معي بصفة عائلية. بخاطرك. بخاطرك حكيم. هيدور الناس اللي خبروني عندي ثقة فيهم مثل ما عندي ثقة بنادين، مشان هيك هالموضوع عم تابعه بنفسي لأوصل للحقيقة. مش بعيد يكون عم بخطط ليعمل شغل لوحده، يعني بشغلنا الغدر وارد بكل دقيقة ومن أقرب الناس. بس بعد لهلأ هالشاب ما غلط معي ولا إجا لهون ولا لمحته. أنا عم بستبق الأمور لأحمي حالي، وإن جد شي بهالخصوص أعطيني خبر. أكيد ولو، معقول بعد يلي عرفته ما أعطيك خبر؟ روحي معه للآخر وما تخليه يحس بشي، وترك الباقي علي. هيك رح يصير. خاطرك. الله معك. يعني القصة معكوسة، وكل شيء قالته نالي وديانا ما في كلمة صح. كيف ديانا اخترعت كل هالخبرية؟ معقول ما يكون فيها شيء صح؟ ديانا كانت عم تحاول تأثر على نديم ماديا وعاطفيا بفوقية المليونيرة والشاب الحلو الفقير، بس ما زبطت معها. ألفت هيدي المسرحية لتحافظ على كبريائها. كيف تقدر ديانا تظلم واحد مثله؟ أنا بعرف يمكن ديانا مغرورة بس مش شريرة. بتعجب قد ايه أنت في عندك ثقة بنديم. ثقتي فيه كبيرة. هيدا الشاب ملك على فقره، والملوك الحقيقيين بتتوجهم محبة الناس مش الحاشية. يا ريت بعرف شو السبب حتى بتدافع عنه بهالطريقة. رح يجي نهار وتعرفي كل شي. عندي اجتماع بالمستشفى ولازم روح، ما بدي أتأخر عليهم. تحكيني بس تخلص اجتماعك؟ أكيد. رح ضل ناطرتك، مش رح نام قبل ما أسمع صوتك. لي أنا بقدر نام وما أسمع صوتك.
السمرة منيجني على الشيخ والشيخ منيجن على تهريب جديدة. على الوقت تمام، هيدا لأني بحترم الوقت. واضح عندك شك؟ لا أبدا، تفضل. ياريت نبقى هون، ما بقدر فوت على بيتك، خاف الذكريات المريرة ترجع تراودني، وأنا شخص ما بحب أتذكر الخيانة حتى ولو في صعوبة إنه أنساها. قلتلك وبرجع بقلك إنه الخيانة ما كانت إلا بخيالك، بالرغم من إنك بتعرف إنه المرحومة مرتك ما رضى بيمنعها تقوم بأي نشاط أو جهد. حكيم حكيم عليه، هذه الأمور الطبية أنا بشك فيها، وبعرف إنك كانت لعبة منك ومن مرتي لتقنعوني بهالناحية بالذات، بس أنا بعرف إنه ما كان عندها سبب يمنعها تمارس حياتها الجنسية والعاطفية، وأكبر دليل وجودكم بفرد غرفة وعلى نفس التخت. الظاهر طبياً مش رح أقدر أنعك، بس يمكن إنسانياً ومادياً نقدر نتفاهم ونوصل لحل. أيوة بلشنا نتفاهم ولو كنا مأخرين شوي. بدنا نحاول نتفاهم، ومش لازم نطلع من هون إلا بنتيجة. لازم تحط براسك انه في غالب ومغلوب. مش بالضرورة نضلنا توصل لحل، لا في غالب ولا مغلوب. بونسوار نديم. بونسوار. فينا نحكي شوي؟ نحكي. سعيد الزلم. كيف بتخاطري وبتيجي لهون بالليل وحدك؟ كيف عرفتي الطريق؟ قلبي دليلي يا شيخ، ورجالك محاوطين الحرش،
بس قالوا لي مين الزلم. عرفت اني اخت رجال. ما تعديها وتخاطري تاني مرة. تأمر يا شيخ. بس اللي حملته الليلة بيستحق المخاطر. شو حاملة يعني المن والسلوى مثلا؟ هيك شي يا سمرة. شو في بهالشنطة يا بنت؟ أدوية من الدكتور غسان نمار للحالات الطارئة، وأنا بقلكم كل دواء لشو بتستعمله. صار. كل اللي عم جرب تحكيه وتشرحه عن علاقتك بمرتي سامعه منك قبل هلا. فوت بالموضوع لحتى اعرف شو بدك مني بالضبط. شو إلي عندك اعطيني؟ شو إلك عندي خود؟ بدي السندات والصور والورقة يلي معك ومصرياتك جاهزة. بس أنا ما طلبتك بالمبلغ، مش هامتني المصاري. لكن شو يلي هامك؟ وليش بدك تخليهم معك؟ شو رح تستفيد منهم إذا ما كان هدفك النص مليون؟ برأيك واحد مثلي شاف بعيون وخيانة مرته مع واحد مثلك رح يكتفي بس بالمصاري؟ إذا كنت عم تفكر هيك يا ما أنت أهبل يا ما عم تستهبلني. أول شي احترم نفسك واحكي معي باحترام وبالطريقة يلي عم بحكي فيها معك. وتاني شي واحد ماضي على سندات بنص مليون ليرة، شو ممكن يفكر يكون في سبب تاني غير يدفع حق مؤامرة بده يخلص منها بأسرع وقت؟ تكرم عينك، رح احكي معك باحترام إكراما لذكرى المرحومة حنان، وما عندي إلا طلب واحد حتى رجع لك كل شيء. وبعدين يا دار يا دار ما دخلك شر. شو هو هالطلب وأنا حاضر نفسه؟ انطلاقاً من كل يلي شرحت لك إيه كان فيي اتجاهلك ومعود حتى اتطلع فيك، ويلي عملته معي ما بيدل على رجولة، بالعكس يلي عملته بيدل على أنك إنسان غير حضاري، لأنه يلي بمد إيده على مرأة ما بيكون رجال. أنا رديت على الإهانة بغض النظر عن نوع أو جنس المخلوق يلي وجه لي إياه. على كل حال أنا بعتذر على الأسلوب والوسيلة اللي دفعت فيهم عن كرامتي، ما كان لازم افقد اعصابي واتصرف بهالطريقه. انا بعد لهلا ما عرفت بشو غلطت معك حتى انفعلت بهالطريقه. تذكر الكلام يلي قلتي لي اياه بتلاقي الجواب. كنت مفكر يلي بيناتنا تخطى مساله الفارق الاجتماعي ومساله اني ابن فلاح وانت بنت مليونير. الظاهر يلي كان بيناتنا ما كان صداقه بعيده عن كل هالمفاهيم اللي مش حضاريه، إنما كان عطف وشفقة وإحسان. هيك أنت قررت وفكرت وتصرفت، حتى ما سألتني عن السبب يلي خلينا أفكر فيك وانزل على السوق لنقيلك بنفسي التياب يلي بيليقوا فيك. بتذكر منيح أنك قلت السبب، وأنا تصرفت على هالأساس. أنت ما فكرت شو كان فيه ورا هالكلام؟ كلام كان واضح، ما بعتقد كنت قصده شي تاني. بلا كنت قصده شي تاني، بس انت ما عطيتني مجال وضح اكتر شو كان قصدي. انا تصرفت على اساس انه كل شي كان واضح قدامي. كل اللي عم تعرضوا علي ما لقيت فيه شي جديد. ما عندي غير هالعرض. حتى كنت لقيت عرض تاني. لازم ذكرك بشي لانك الظاهر نسيت بسرعة، كرمال هيك
بلشت بغرام جديد مع لارا خليل. خلي لارا بعيدة عن الموضوع. تذكر انك كنت تحب مرتي بالطريقة ذاتها اللي حابب فيها لارا. بعدين عيب على عاشق كان متيم ينسى بهالسرعة، ينسى الست اللي ضحت بحياته وبزواجها كرماله. ولو ما كان حبك سببه الشهوة واللذة واللعب على قلوب طاهرة، ما كنت نسيتها بهالسرعة وفتت بحب وقادم على خطبة وزواج. ما بعرف ليه هالقد مستعجل. علاقتي بحنان بريئة وطاهرة وصادقة، ونسيت هالعلاقة. نسيت الإنسانة اللي ماتت شهيدة الحب، شهيدة حكيمة. بس أنا ما نسيتها، بعدني بحبها، بعدها صورتها بخيالي وبتذكرها، بتذكرها كل دقيقة. بعكسك أنت اللي ما حافظت على عهد الأمانة والوفا لذكراها ولو لشهور قليلة. يلي بيسمعك بصدق. أنت حر تصدق أو ما تصدق، أنا بعرف حقيقة شعوري. مش مهم أنت تعرف، المهم حنان ما كانت تعرف. الله يرحمها. ظلمتني، ظلمت حالها. كنت عم بحكي معك ومتصالحة مع نفسي، ومش حسيتك لا ابن فلاح ولا ابن أمير. كنت عم عبر عن رأيي بصوت عالي من دون ما أتخبى ورا الكلمات والمعاني، بس الظاهر أنت وعم تسمعني ما قدرت تطلع من عقدة الفقر يلي متحكمة فيك. مشان هيك فهمتني مثل ما أنت بدك، مش مثل ما أنا قصدي. بعرف منيح ميز بين الكلام يلي فيه اهتمام والكلام يلي فيه إهانة. العلاقة بيناتنا كانت بنظرك تسلي وتضيع وقت ولعبة بتنتهي باليوم يلي بتسافري فيه وبتتركي هالبلد. وفترض العلاقة كانت صحيح هيك، أنا ما وعدتك بشي أكتر ولا أنت وعدتني. كنا عم نقضي أوقات حلوة ما بتلزم حدا منا بشي برات هالمفهوم. ليه بدك تحمل يلي بيناتنا أكتر من يلي اتفقنا عليه؟ لأنه ما عاد بدي كمل هاللعبة. ما بدي حدا يعلمني الحياة الأرستقراطية. ما بقبل تشتري لي تياب مثل ما أنت بدك، لأنك بتستحي فيي مثل ما أنا. أنت بتعجبني مثل ما أنت، وإلا ما كنت اخترتك ترفقني. ولأنك بتعجبني مثل ما أنت حبيت شوفك مثل ما أنا بدي تيزيد إعجابي فيك. إذا سمحتك على تعديك على بيتي وعلى عرضي وعلى حياتي الزوجية، مش ممكن سامحك على علاقتك ببنت طاهرة وبريئة مثل لارا. شو عرفك شو في بيني وبين لارا؟ ومين يلي عم ينقل لك أخبارنا؟ ولو البلد كتير صغير، أنا بعرف عنك كل شيء. والغريب بالموضوع إنك ما حاولت تسأل لا تعرف أنا مين بكون. لأنه ما بهمني أمرك. كل يلي بهمني ننهي هالمسألة، وكل واحد يكمل حياته بعيد عن التاني. لأنك بتحب لارا بالزيت، فما عاد في مجال حدا منا يكمل حياته بعيد عن التاني. ما فهمت شو خص لارا؟ لارا بتكون بنت عمتي. بنت عمتك؟ وأنا ابن خالة. الظاهر حضرتك أخذ وكالة العائلة، بس أنا مش راح أتركك تمثل نفس الدور اللي مثلته على حنان تمثله على لارا، ولا رح خليك تحط إيدك على أملاكها وعلى مالها، ولا رح أسمح لك تكمل بلعبتك وتخطبها أو تتجوزها.
لما بتفكر بالموضوع صح تعرف انه انت يلي تعديت لي على كرامتي، مش انا يلي تعديت لك على كرامتك. المسألة مش مسألة كرامة، المسألة مسألة واقع بيني وبينك. انت من عالم بيملك كل شيء، الجاه والمال والسلطة، وانا من عالم ما بيملك الا الحرمان. ومن هالمنطلقة بتعتقدي انه من حقك تأمري وانا اطيع، وانا مش رح اطلع من ذاتي واقنع حالي انه ممكن بيوم من الايام كون بحياتك اكتر من مرافق او جرسون بقهوة. حتى على هالكلام رح سامحك ورح انسى كل يلي صار. انا عم بطلب منك نبلش عن جديد مرحلة جديدة لحتى تعرف انت قدي بتعنيلي. انا ما بناسبك ديانا، جلال ابو دامس هو وحده يلي بناسبك، انت وهو من نفس المستوى. يمكن يفهمك اكتر مني، بس تأكدي اني رح انسى وحدة مثلك، بس ما بيمنع نبقى اصدقاء. منكمل حديثنا بكرة. يا ربيع، إيمان اخدي وجع الشيخ وهو عطيها من إيده. لك ما قلنا لك ليه؟ بدي أعرف شو عم بيحكي هو إياها. هذا الموضوع اللي بدي إياه منك، ومثل ما قلت لك ما بتطلبي الرقم لا من بيتك ولا من شغلك، اطلبيه من الشارع من أي تليفون. تأمر يا شيخ. ربيع، رفيق، اللي شايف خدوا السيارة وصلوا إيمان أنت والشباب. عراسي شيخ، ما بدك سلم لك على الحكيم؟ لا، الواجب أنا أسلم عليه وشكره. بخاطرك. بخاطرك يا سمرة. الله معك، تبقي طلت لي من وقت للتاني، ما تخلينا نشتاق لك. بس يهف قلبي للحبايب ما بتشوفيني إلا هون. بخاطرك مرة تانية. تبقى انصحها ما يهف قلبها كتير مرة تانية مشان صحتها. تصبح على خير. خير. مساء النور. شو حالك؟ شوية فواكه وصينية حلو وعلبة بسكوي وراحة ومجمع حلاوي. العمل ايه خبصة هلا؟ بإذن الله ناوي أنا وياك نودع الفقر ونعيش مثل ما بعيشوا الزنجيلي. شو؟ هي إنت فاتحة معك؟ بعدني بأول الطريق. يلي عم بحكيه هلا بداية إحساس إني ماشي على الطريق الصحيح. يا
يعني ناوي تودع الفقر؟ من كل قلبي. إيه لك أنا ودعه وحدك، أنا مبسوط بفقري. أجري على أجرك، منودعه سوا. وليه اللي بيسمعك بيقول قابر الفقر وجاي تتقبل التعازي؟ قدامك مشوار طويل يا صديقي، والبسكوت والراحة بيحلوا التم، بس تقال على المعدة والحلو والحلاوة بعد الشبع مثل قبله. هيدا الكلام يلي سمعته من باسم خلاني أحس قديه الإنسان صادق من حبته لإلي، وخلاني أعض على جرحي وأنسى لارا واعتبرها من وجدت بحياتي. هيدا كلام سليم يا صديقي، يلي بقلك أنا حدك ماديا ومعنويا، لازم أنت تكون حده بكل الوسائل المتاحة. كان عم بيقول بصدق، والطريقة يلي قالهم فيها خلتني سامح، ولو على شيء هو ما قاله ذنب فيه. صدقني شوقي، من كل قلبي بتمنى لهم السعادة. تأكد لو باسم معه خبر بقصتك مع لارا كان حاول يجمعكم وش يفرقكم. لارا اختارته، وانت قلت حتى ولو باسم ما كان موجود بحياتها ما كانت رح تختارني بمطلق الأحوال، حتى ولو عرفت أنا مين. يلي قلته مجرد تحليل شخصي، يمكن الوقائع تثبت العكس. الحكي ما عاد ينفع ولا التحليل عاد ينفع، الواقع انهم بحبوا بعضهم، وانا رح ضل حامل سري، ورح ضل بالنسبة للارا هاك الصب الصغير وما عاد بدي اكبر ببالها. قصة حب الصب الصغير مش راكبة براسي، ولا ممكن تركب براس حدا حتى لو كان اهبل بسيط. ممكن هلا صدق انك بتحبها ومن اول نظرة، بس حب الطفولة خبرية ما بقى تعيدها قدامي. بس انا مصدق هالحب. مش مهم انت تصدق، مهم لارا تصدق. اللي ناطر اسمعه منك هو اخبار ديانا ماضي. رح ارجع عيد نفس الكلام اللي سمعته مني اخر مرة، مصيرك بايدي ومستقبلك بايدي، أي خطوة بتعملها أنا مش راضي عنها بدمرك، بخلي صورك تنزل بكل الجرايد والمجلات مع السندات يلي حضرتك ماضيهم باسمك، بجرجرك على المحاكم بتهمة الزنا واستعمال مهنتك كطبيب لنشاطات غير مشروعة ومنها تسهيل الدعارة، وقادر جيب نسوان وبنات يشهدوا أنهم ضحاياك. عدا عن اتهامك بقتل مرتي وعدم مراعاتك لحالتها الصحية وإجبارها على السكر والعربدة والقيام بأعمال منافية للأداب، والصور بتشهد على كلامي. طبعا بحال كملت علاقتك بلارا انت أحقر إنسان شفته بحياتي. إذا لقيت سبب لتلغي مشروع الخطبة وبعت نهائياً عن عمتي، ساعتها بنفذ يلي وعدتك أنه رح نفذه. بخاطرك حكيم.
بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسنة بغمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني بسافر من حالي أنا بهرب من سن لسنة غمرة إيديك الهنا صاروا هني وطني وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف تخبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف وجوه الأحبة صاروا زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق زعلان عالدني وحالي برسم بإيدي الطريق محي نهاري بليالي والسر بقلبي غميق وجوه الأحبة صاروا كلمة عوراق الرصيف خبوا بالهوى وطاروا والدنيا مسا وخريف والدنيا مسا وخريف